هاي وقفة دعت إليها جمعية نادي القضاء ونادي النيابة العامة، وقفة احتجاجية احتجاجا على مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية تبنته الحكومة الفلسطينية. هذا مشروع التعديل يترتب عليه تعديل قانون السلطة القضائية الذي يعتبر هو من القوانين الأساسية وباب من أبواب القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يجوز تعديله بمجرد قرار بقانون، لأن القرار بقانون أولا يتطلب أن يكون هناك حالة ضرورة قصوى لتعديل أي قانون، وحالة الضرورة القصوى غير متوفرة في حالتنا هذه، كما أن حالة الضرورة القصوى لا يترتب عليها تعديل قانون السلطة القضائية الذي هو من النظم الأساسية والنظم الدستورية. نحن في هذه الوقفة أردنا أن نوجه رسالة للشارع الفلسطيني ولكل من يعنيه الأمر ولكل الرجال العاملين في القانون ويهمهم الشأن القضائي الفلسطيني، أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون يترتب عليه إهدار المزيد من الحقوق والحريات، لأن قانون السلطة القضائية الفلسطيني الحالي يضمن هذه الحقوق، وبالتالي فإن تعديله بمجرد قرار بقانون هو عبث بهذه المواد التي تضمن الحقوق والحرية. نحن ثقتنا عالية وأملنا بفخامة الرئيس أن يوقف هذه المحاولة لتعديل هذه القانون باعتباره قائدا لهذا الوطن وقائدا للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن أي تعديل لقانون السلطة القضائية لا يتتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي وهي الإجراءات الدستورية التي حددت الحالات التي يتم فيها تعديل القوانين، يترتب عليه إهدار المزيد من الحقوق والحريات، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤثر على المنظومة القضائية وثقة الشعب الفلسطيني بهذه المنظومة القضائية. نعتقد أن مجرد المساس بقانون السلطة القضائية أو طرح قانون معدل لهذا القانون من خلال مجلس الوزراء هو يعتبر من باب التغول على استقلال السلطة القضائية، وأيضا مساس خطير بمنظومة التشريعات الدستورية الفلسطينية باعتبار أن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للقانون الأساسي. نحن نعتقد أن هذه الإشكالية ترتبط بشكل كبير بحقوق المواطن، لأن من حق المواطن أن يكون له قاض مستقل وقادر على تحقيق العدالة وأن لا يخضع لأي تأثير. مقترحات تعديل القانون تعني أن يكون القضاء تحت ضغط الإحالة إلى التقاعد وتهديد بإنهاء عملهم القضائي. لا يمكن للقضاء التسليم بالعمل في ظل قانون يجعل من قدراتهم القضائية ومن رسالتهم القضائية السامية بتحقيق العدالة تحت تهديد أي سلطة كانت، سواء كانت سلطة تنفيذية أو غيرها. نحن نعتقد أن هذا الاحتجاج إنما يعبر عن حاجة الشعب الفلسطيني إلى الانتظام في مؤسسة دستورية قادرة على الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وحماية السلطة القضائية من العبث. نعتقد تماما أن ما نقوم به ليس دفاع عن السلطة القضائية، وإنما دفاع عن مكتسبات شعبنا في مؤسسات وطنية ودستورية قادرة على حماية حقوق المواطنين والنهوض بالشأن العام.